كنقول انا شحال خطره معاك ثمن الماري وما عنديش تفن نجمع حوايجي، هانتوما كلشي شتو على عينيكم، انا مقهور والقطره عندي الفوق، الشمس وقت الشمس والصيف كنتعذب انا وولادي. كيجي عيد كنتحك، كتجي شي مناسبه كنتحك، الوليدات كنبغي ملي كيجي شي عيد ما كنلقاش باش نكسيهم، ولادي ما قراوش هاد العام، ولادي باغين يقراو ولكن ما صابوش الماده باش غادي يقراو. انا اختي مني خرجت من الخدمه ما بقاش عندي حتى مدخول، ما بقى عندي حتى شي حاجه، عشت بحال ما هكايا، الوقت فاش عشت بحال ما هكايا وليت كنمشي للمارشي نجيب الخضره ونبيع عريرمات باش نعيش الوليدات، وديما بحال ما هكاك وانا ديما معاك، كيجي عيد كنتحك، كتجي شي مناسبه كنتحك، الوليدات كنبغي ملي كيجي شي عيد ما كنلقاش باش نكسيهم، ولادي ما قراوش هاد العام، ولادي باغين يقراو ولكن ما صابوش الماده باش غادي يقراو، ولكن الوقت اللي كنمشي باش نقلب على خدمه كيقولوا لي انت راك كبرتي، عندي زيد 64، عندي 58 عام، اي شركه كندق ليها الباب ديالها كيقول لي راه انت كبرتي، هادشي اللي كاين، الله اللي معايا ولكن انا كندير السبب، كنمشي للمارشي كما قلت لكم، كنمشي للمارشي كنلقط خضيره كنجيبها كنبيعها ديما بحال ما هكا، كنوض الصباح كنقلب على راسي، كيعاونوني الناس تما كاينه في المارشي كيعرفوني من بكري، كيعرفوني كنمشي عندهم كيتعاونوا معايا باش كنعيش الوليدات، النهار كيجي شي عيد هما اللي كيتعاونوا معايا، في رمضان كيتعاونوا معايا الناس، كيتعاونوا معايا المحسنين، ديما هذه هي الحاله ديالي، كنمشي كنجيب الله دي 50 درهم 60 درهم كنصورها كنخسر على وليداتي، كنكون انا شحال من خطره معاك ثمن الماري وما عنديش حتى فاش نجمع حوايجي، هانتوما كلشي شتو على عينيكم، انا مقهور والقطره عندي الفوق، الشمس في وقت الشمس والصيف كنتعذب انا وولادي، ديما انا عندي الحراره، في الشتاء القطره عندي، ديما انا يمحن، ولكن حمد الله كنصابر، هادشي اللي كاين، والله اللي معاوني صراحه، بعض المرات الا كان شي محسن كيجي يتعاون معايا. ولكن شحال قدو يعاونني، هذاك السيد اللي خدام معاه ما عمرو قيدني، ما قيدنيش، ما مديكلاريش بيا، ما مديكلاريش بيا، بقيت بحال هكاك تخرج من عنده، هادشي اللي كاين، اما راك خدام خياط كنجيب داكشي اللي قسم الله، بغيت نبقى خدام معاه مداوم في الاخر جرى عليا وجرى على الخدامه كاملين ووقفنا كاملين، باش ما عندي حتى شي ورقه اللي غادا تثبت عليه. فهمتي حتى شي ورقه باش غنثبت عليها انا ما عندوش، بحال خدمت عنده اليوم وخرجت في خدمت في الصباح وخرجت في العشيه، والطلب ديالي من عند محسنين انا هما يشوفوا الحاله يعاونوني واخا شيو ليا بيت او كوزينه ونعيش مع وليداتي، حيت انا عايش في العنف، ورحمه الله وشكرته.